اهلا وريضاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. هانتوما وريضاتي، اليوم نهار جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. كيف كتشوفوا بديت لكم التصوير بطريقه مختلفه مولفه. ديما تنكون حاطه السيبورا وتنصور، اليوم هزيت العصا ديال السيلفي نبدلو شويه. المهم الفيديو ديال اليوم البنات غادي يكون فيه واحد الشوربه زوينه بزاف البنات، من الخضر الخضراء البروكولي والجلبانه. المهم تقريبا بزاف ديال الاشكال ديال الخضره اللي هي خضراء، وغادي يكون فيها الكروفيت وبلا كريم فريش زوينه بزاف، كتعجب الصغار والكبار البنات. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير والطريقه باش كتصايب هذه الشوربه، وانا متاكده البنات غادي تبقاو ديما تصاوبوها الا مشيتو حتى ذقتوها، حيت لذيذه. ودابا حنا عارفين بان رمضان على الابواب وكنحتاجوا فيه هاد الانواع ديال الشوربات. ان شاء الله غادي نتقاسم معكم بزاف ديال الانواع ديال الشوربات اللي كنديرهم واللي هما زوينين. وفي الاول غنقول لكم رمضان كريم، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وباللي تمنيتو ان شاء الله، والله يرفع علينا هاد البلاء ولا هاد الوباء يا سيدي يا ربي. حنا محتاجين بزاف الدعاء الصراحه، تستريسينا هاد الايامات. انا بعدا مؤخرا تستريسي بزاف، خصوصا هاد اليومين الاخرى الحالات كيتزادوا بزاف، الله يلطف بينا يا ربي. انا لبست حوايج زنقه او الرومي كي كنسميوه، ماشي بيجاما، حيت كنشوفهم كلشي كيقول لك البيجاما ما فيها امان، غتجي تلبسي حوايج كتلقايهم تزيرو عليك. انا بالعكس البنات لبست جين لقيتو ساعه ليا ضعافيت البنات، ما بقيت كناكل حتى شي حاجه. المهم داكشي علاش غادي نصاوب هاد الشوربه، صحية بزاف وزوينة ومقوية. نبرد فيها غدايدي لعل وعسى نرجع للوزن ديالي، الا جيت نتصابر غادي نلقى فيها واقيلا غير شي 49، فعلا ضعفيت بزاف بزاف بزاف. المهم اول حاجة او ثاني حاجة نقولها لكم، غادي نخلي لكم البنات واحد القناة ديال ام سهيل في صندوق الوصف وفي اول تعليق، غادي تعجبكم بزاف البنات، بخصوص البنات اللي كيعجبهم الطبخ. تابوناو عندها وقولوا ليها راكم جيتوا من عند فاطمه زهراء تمازيغ، يعني من طرفي، واخا حتى انا راه مازال محتاجه التشجيع، مازال ما وصلتش لهذاك النيفو اللي غنبدا ندير الاشهار للقنوات، ولكن هذه قناه من بعد غادي نقول لكم ديال من، غادي تكون مفاجاه. المهم دخلوا ليها وشوفوا وقولوا لي واش غتعرفوا ديال من ولا لا، ومن بعد انا نقول لكم شكون مولات القناه. غادي تفاجئ ديالنا، شوفوا الروينه اللي عندي في الصالون. ان شاء الله منين نصايب الشوربه نشوف واش نصور معكم شي روتيني الا قديت. المهم يلاه دابا الكوزينه. هانتوما البنات هاد الشوربه اللي قلت لكم كنحتاجوا ليها البروكولي، ها هو راني نقيته مزيان وغسلته ورقدته في الخل، خصكم تقلبوه مزيان البنات، راه حيت بعد ما غاتك تكون فيه واحد تيكون فيه الدو تيكون فيه البخوش. المهم خصو يتقلب مزيان ويتغسل مزيان ويترقد في الخل ويعاود يتشلل. عندي هنا القرعه الخضراء، انا عندي غير هذيك الطويله، نتوما الا كانت عندكم هذيك المدوره كتجي احسن والد. وعندي هنايا اللفت، بالنسبه لي انا البنات انا درت اللفت هنا حيت اللفت ما كنقدرش ناكل، ما كيعجبنيش المذاق ديالو في كسكسو ولا شي حاجه، فلهذا كنحاول نديرو في الشوربات باش نستافد من الفيتامينات ديالو. حتى نتوما الا وليداتكم ما كياكلوش اولا حتى نتوما حاولوا تبقاو ديروه في الشوربات، راه ما تيجيش المذاق ديالو باين. والا ما بغيتوش اللفت البنات تقدروا تستعملوا بطاطا وحده بلاص هذا اللفت هذا. غادي ناخذ هذه الخضره البنات، راه حيت كدغيا كطيب غادي نديرها في كاسرونه، نطيبها غير في كاسرونه، يعني ما غاديش تاخذ ليا وقت طويل اصلا، غادي نطيبها غير نص طيبه، يعني غادي نسلقها غير نص طيبه. هادو صافي طاحوا هنايا نحيدوهم. المهم غادي كيف قلت لكم غنسلقها نص سلقه، غادي ندير معاها غير الملح بوحدها، ما غندير حتى شي حاجه اخرى، وغادي نغطيها بالماء ونخليها تتسلق ليا، وديك الساعه غادي نرجع لكم باش نكملوا الطريقه ديال الشوربه. ولكن تيكون البنات كملوا الفيديو حتى الاخير، غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف، وما غاديش تستغناو عليها نهائيا. انا غادي نزيد الماء هنايا ونديرها حتى تسلق ليا كي قلت لكم نص سلقه، ونرجع لكم باش ندوزوا للمراحل اللي جايين. ها هي البنات من بعد ما تسلقات ليا نص سلقه، انا غادي نطحنها باش ما نصدعكمش بالطحان الكهربائي، وغادي نرجع لكم باش نكملوا باقي المراحل، حيت المراحل القادمه هي اللي مهمه في هذه الشوربه البنات. انا شويه ونرجع لكم. من بعد ما طحنتها ها هي كتجي هكا اللون ديالها خضر وكتجي شويه خاسره،
غادي نديرها دابا فوق العافيه باش نعاود نكمل ليها الطياب، حيت راني قلت لكم راني طيبتها غير نص طيبه. ندور شويه هكا الكاميرا، طيبتها غير نص طيبه. دابا شنو غادي نزيد فيها البنات؟ بالنسبه للتوابل غادي نزيد فيها الفلفله حاره، راكم عارفيني انا كتعجبني بزاف والصراحه كتجي فيها زوينه. نتوما الا ما كتعجبكمش تقدروا تزيدوا غير الابزار، انا درت غير واحد شويه. بالنسبه للملح البنات ما غاديش نزيدها دابا حتى طيب هي وندوقها، ديك الساعه نحكم واش نقدر نزيد الملح اولا ما غاديش نزيدها. غادي نزيد فيها واحد جوج معالق ديال لاكريم فريش، ها هي ماشي بالضروره هذه البنات، اي نوع ديال لاكريم فريش. ولا ما عندكمش لاكريم فريش البنات تقدروا ديروا فيها ملي تكونوا كطحنوها، طحنوها مع جوج فرماجات، يا اما الفرماج المثلث يا اما داك الفرماج الاخر المربع اللي بغيتو. انا ما تيعجبنيش الفرماج في المذاق ديالو، داكشي علاش كنفضل ندير لاكريم فريش. ووصل كيف قلت لكم البنات بالنسبه لاكريم فريش راه كتجي احسن من الفرماج، ولكن بطبيعه الحال كل واحد وشنو كيبغي. انا غادي نحاول نذوبها، اللون ديالها ما تيبقاش داك اخضر غامق مع هاد لاكريم فريش، اولا حتى اللي درتو الفرماج ما يبقاش اللون ديالها اخضر غامق. وحتى دوك ديك الفلفله الحاره دوك النقيطات الحمرين تيبداو يبانو فيها، تيعطيو فيها واحد المنظر زوين، وحتى المذاق تيعطيو مذاق زوين. دابا البنات انا باش غادي ندور هاد لاسوب ديالي، نحاول ندور شويه الكاميرا باش يبان لكم اكثر، تكون واضحه اكثر بحال هكا مزيان. غادي ندير الصفه، هانتوما كتشوفوا الصفه ديك الرقيقه اللي كنديروا بها الصفه، ها هي درت هنا شويه. الا ما كنتوش كتبغيوها تقدروا تعوضوها بالروز، اولا تقدروا تعوضوها حتى بالفيرميسير، هذيك الشعريه الشينوا كي كنسميوها، تقطعوها تديروها في المطيب حتى طرخه وتقطعوها صغيره بحال هكا وديروها، يعني حتى هي راه كتجي زوينه. ملي ديروا البنات هاد الصفه هادي حاولوا تحركوا في البلاصه باش ما تكورش ليكم ما تلصقش ليكم، راه كتجي لذيذه البنات تيقوني حتى الوليدات غيحماقوا عليها. هنا غادي نزيد عليها واحد شويه ديال زيت الزيتون، كتعطيها مذاق واحد النسمه زوينه، وحتى بالنسبه للصفه ديالنا باش ما تكورش لينا كنحركها مزيان باش ما تعجنش كي قلت لكم وما تلصقش. وحتى بالنسبه لاكريم فريش راه دابت دابا. دابا غادي نزيدو شويه ديال الجلبانه، ها هي الجلبانه البنات ما درتهاش في الاول حيت ما بغيتش نطحنها، بغيتها تجيني هكا كويرات يكونوا باينين دوك الكويرات ديال الجلبانه مع ديال الصفه. وكنعاود نقول لكم الملحه ما غنزيدهاش دابا حيت راني سلقتها في الملحه وطحنتها في هذاك الماء ديالها، يعني ديك الخضره طحنتها في هذاك الماء ديالها فاش تسلقات حتى الاخير ان شاء الله، وغادي نذوق الملحه على حسب الذوق. دابا عندي هنايا لي كروفيت، ولكن لي كروفيت مع دغيا كيطيبوا ما غاديش نضيفهم دابا، غادي نصبر واحد 10 دقائق، المهم ما بين 5 دقائق 10 دقائق حتى تبدا تبقبق ليا كي غنسميوها، حتى تبدا تغلي ليا هاد لاسوب هادي، عاد باش غادي نزيد الكروفيت. انا غادي نقطع معاكم حتى تبدا اش غنسميها تبدا تبقبق وديك الساعه نرجع لكم. انا دابا غادي نغطيها. ها نتوما البنات من بعد ما دازت 10 دقائق ها هي راه تقريبا الجلبانه ديالي راه طابت، قال غير شويه، وحتى ديك الصفه اللي زدتها راه طابت. بالنسبه للملح راني ضقتها يعني ما خاصهاش ملح بركه. دابا غادي ناخذ كروفيت نزيدو، هنا عندي كروفيت كبير شويه قسمته على جوج، يعني كل كروفيطه قسمتها على جوج. بالنسبه للبنات الكروفيت هو كيجي زوين كيجي لذيذ، ولكن الا ما كانش عندكم تقدروا تعوضوه بالصدر ديال الدجاج، اولا مثلا طريفات ديال الحوت بحال الميرنا، ديك الميرنا الكبيره تنقيوها وتقطعوها مربعات وتضيفوها، حتى هي كتجي زوينه لذيذه بزاف. يعني هاد الشوربه كتجيب الحوت زوينه، سواء كروفيت ولا ديك الميرنا ولا داك الحوت الابيض الكبير كتشريو شويه وكتقطعوه مربعات
كيفاش تتوفر غادي ديروا غير صدر ديال الدجاج مقطع مربعات. ها هو دابا غادي نخليه تقريبا ما بين 10 دقائق، يعني ما بين 5 دقائق حتى 10 دقائق، صافي الشوربه ديالي غادي تكون واجده، وان شاء الله غادي نتلاقى معكم في التقديم باش تشوفوا الطريقه باش غادي نقدمها والشكل النهائي ديالها وشنو اللي غادي نرافق معها. البنات هذه هي لا سوب ديالنا، كنقدمها مع طريفات ديال الحامض حيت فيها كروفيت كيجي معها زوين، وكندير معها هذا بانديمي كنشدو كنقطعو. ان شاء الله شي مره نشارك معكم كيفاش، المهم غنقول لكم دابا غير الطريقه. كنقطعو طريفات وكندير له شويه ديال الزيت البلديه وكنرش عليه شويه ديال الثومه بودره، صافي، وتندخلو الفران يتحمر. كيجي زوين مع الشوربه، كيجي غزال. وبعد مرات كندير ليه حتى الزعتر، اليوم ما درتوش ليه. ممكن بزاف ديال الطرق باش كيتقدم هاد الخبز هذا اللي كيمشي مع الشوربه. هذه هي الشوربه ديالنا، نتوما كي كتشوفوا راه كتجي زوينه بزاف البنات ولذيذه، ما غاديش تشبعوا منها، واهم من هذا الشيء كله كتجي خاتره ومشبعه ومقويه. ها هي شفتوها كي دايره غزاله كتشهي. ما شهيتكم البنات حقكم في الجنه، ولكن ان شاء الله جربوها وردوا عليا واش عجباتكم ولا لا، وان شاء الله الا عجباتكم راه غادي نزيد نتقاسم معكم بزاف ديال الانواع ديال الشوربات. دابا حنا كنعرفوا بان راه رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله. غادي نبدا نتقاسم معكم الشوربات حيت كيمشيو بزاف في رمضان. وما تنساوش تشتركوا في القناه ديال ام سهيل اللي خليت لكم في الاول، راه خليتها لكم في صندوق الوصف، وغادي نعاود نخليها لكم حتى في كومونتير ايبانغلي ان شاء الله. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا معايا، وهنا غادي نخليكم وغادي نقول لكم باي باي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.